السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أحداث وأصداء. حط اليوم الأمير محمد بن سلمان الرحال في عاصمة الضباب لندن قادما من مصر، استقبال ملكي حظي به الأمير رغم شبح الحرب في اليمن الذي خيم على الزيارة من خلال احتجاجات ومظاهرات كانت العنوان الأبرز الذي تأجلت بسببه الزيارة سابقا. فالحكومة البريطانية بقدر ما تطمح لعقد صفقات السلاح وتوسيع علاقتها الدفاعية مع المملكة القائمة منذ فترة طويلة لتصبح شراكة بعيدة المدى بقدر ما تواجه الكثير من الضغوط والانتقادات لبيع المزيد من الأسلحة للمملكة. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باحتجاجات ومظاهرات رافضة لزيارته إلى لندن تنديدا بالحرب التي تشنها السعودية ضد اليمن على رأس تحالف من الدول بحجة دعم الشرعية. وكانت زيارة بن سلمان مقررة بداية شهر فبراير الماضي وأجلت بسبب حملة برلمانية وحقوقية وشعبية معادية. دعت الحكومة إلى عدم استقبال بن سلمان بسبب دوره في حرب اليمن واتهامات للسعودية بارتكاب جرائم حرب في حق الشعب اليمني ودعوات إلى تعليق عضوية الرياض في مجلس حقوق الإنسان. ومن المنتظر أن يلتقي ولي العهد في زيارته إلى بريطانيا بالملكة إليزابيث الثانية حول مائدة غداء، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته في مأدبة عشاء، ويختمها بلقاء ثنائي مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي يتوسع لأعضاء الوفدين. ومن المرتقب حسب ما تنقلته وسائل الإعلام أن تستقبل ماي ضيفها في مقر إقامتها الريفي في قصر تشيكيرز تعبيرا منها عن الأهمية التي توليها بريطانيا لزيارة بن سلمان وبعيدا عن ضوضاء المظاهرات والاحتجاجات الرافضة لزيارته. ويكاد يجمع المحللون أن ماي وبالموازاة مع حرصها على الاستفادة من الانفتاح الجديد الذي تنتهجه السعودية فإنها ودفعا للتهم الموجهة لها من المعارضة بالتواطؤ مع الرياض في حرب اليمن لن تخفي انشغالها حول الوضع الإنساني في اليمن. ونقل عنها أنها ستعبر لضيفها عن القلق البريطاني الشديد تجاه ذلك. وكشف المتحدث باسم رئيسة الوزراء أن ماي ستؤكد ضرورة الوصول المباشر وغير المقيد للمساعدات الإنسانية والمواد التجارية عبر الموانئ، وستدعو إلى التعجيل بمفاوضات التوصل إلى حل سياسي للأزمة. ولعل هذا ما دفع ولي العهد السعودي إلى التأكيد عشية توجهه إلى بريطانيا بأن الحرب في اليمن تشرف على نهايتها وقد حققت أهدافها باستعادة الشرعية، مشيرا إلى أنه لم يبقى في اليمن إلا ما أسماهم بفلول الحوثيين. ويبدو اهتمام الحكومة البريطانية منكبا على المنافع الاقتصادية التي ستجنيها جراء هذه الزيارة، وعلى رأسها تأسيس مجلس للشراكة الاستراتيجية من المزمع أن يغدق على المملكة المتحدة ما يفوق 100 مليار جنيه استرليني في غضون العشرة أعوام المقبلة. كما لا تخفي لندن اهتمامها وسعيها للفوز بأسهم في شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو التي تنوي الرياض عرضها للبيع. إذن مشاهدينا الكرام، للنقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا بداية عبر خدمة سكايب الدكتورة ابتسام الفرح الأكاديمية اليمنية من شيفيلد. أهلا وسهلا بك دكتورة ابتسام. وبداية يعني رغم كل الجدل الذي صاحب زيارة الأمير ابن سلمان للندن والتأجيل السابق وحالة الرفض والتقارير الحقوقية التي أرفقت ذلك، لكن الكثير يلاحظ يعني استقبال على أعلى مستوى، حفاوة واستقبال ملكي، ماذا يعكس ذلك حسب رأيك؟ مساء الخير ورحمة الله وبركاته، وأحب أنه طبعا التقرير اللي حطيتوه في البدايه كان اعتقد كويس جدا وشمل كل النقاط المهمه. الزياره كزياره ماذا تمثل لبريطانيا او للحكومه البريطانيه؟ فهي تمثل الكثير، تمثل صفقات تجاريه وصفقات عسكريه واستشارات وخدمات وارامكو.
ماذا تمثل لليمن؟ الموضوع طبعا موضوع آخر، مهما خرج الشعب أو خرج المعارضين للحملة السعودية في اليمن، فما أعتقدش إنه حيلاقوا أكثر من إن كما وعدت تريزا ماي إنها تنقل خطاب اليمنيين أو تعاطفها مع اليمنيين وتنقل الرسالة لولي العهد، لا أكثر، أكثر من الوعود لا، ما طيب أعتقدش إن طيب ما الذي بريطانيا يدفع تعمل. ماي للاهتمام بالمصالح الاقتصادية كما يتهمها البعض على حساب القيم البريطانية وكذلك حقوق الإنسان؟ يعني هل هي الفترة الاقتصادية التي تمر بها بريطانيا المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، رغبتها في استقطاب الاستثمارات أكثر فأكثر، وكذلك طموحها كما أشرت إلى عرض الأسهم أرامكو التي تعتزم المملكة طرحها قريباً في بورصة لندن، إلى أي مدى تكون هذه الأسباب الاقتصادية دافعة على غض الطرف والنظر على الجوانب الحقوقية والقيم الإنسانية؟ القيم الإنسانية هذه بنود مكتوبة في الأمم المتحدة، يعني لا أكثر. بريطانيا يهمها ممكن شعبها اللي هو الشعب البريطاني، معروف عن بريطانيا ومعروف عن تاريخ بريطانيا اقتصاديا وعسكريا إنه اهتماماتها أكثر من اهتمامات حقوق الإنسان، وهذا هم يعرفون البريطانيين أكثر منا نحن المتجنسين. فالموضوع تجاري واقتصادي بحت، ما لهش أي علاقة بحقوق الإنسان، يعني سواء أنا ضد الحرب أو مع الحرب أو ضد السعودية أو مع السعودية، أنا كمواطن بريطاني كمواطن إنجليزي هقول لك إنه هذه سياستها طول عمرها، يعني إيش اللي عملت في سوريا وإيش اللي عملت في غير سوريا مثلا أو في ليبيا أو في كل القضايا الساخنة، ما فيش أكثر من مصالح سياسية واقتصادية. لكن هذا السلاح يدفع بالمزيد، يعني هو بن سلمان قام بتصريح في مصر قبل المجيء إلى لندن، قال بأن الحرب في اليمن شارفت على نهايتها ولم يبقى الكثير إلا كما ذكر هو فلول الحوثي كما وصفهم. يعني إلى أي مدى تعتبرين هذا التصريح ربما من باب التطمين لمن يطاردون ماي في الجوانب الحقوقية المتعلقة بالحرب في اليمن؟ تصريح سياسي لا أكثر، أو تصريح بعيد عن الدبلوماسية، قد يكون دبلوماسي لأنه المتحدث الرسمي للقوات السعودية بعد أسبوع تقريبا أو 10 أيام قال إنه 90% من اليمن خلاص، يعني تقريبا 80% بإيدهم، وتقريبا حتخلص الحرب خلال أسبوعين. فبعد 3 سنوات، طبعا إحنا الآن في شهر مارس، 3 سنوات، فالموضوع نفس الموضوع، يعني ممكن بعد سنة بعد سنتين بعد لكن ألا ثلاثة بعد يؤثر ذلك أربعة. على مصداقية المملكة؟ يعني تصريحات من هذا القبيل ثم الحرب تستمر، يعني والعلاقات المملكة لا تتأثر مع دول كبيرة غربية تدعي قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وغير ذلك، يعني هذا ألا يؤثر على صورة المملكة وصورة المملكة هذه الدول السعودية أيضا؟ والمملكة البريطانية، يعني الاثنين معا، يعني السعودية لما تتحدث على أن الحرب سوف تنتهي ثم هي لا السعودية تنتهي. تبحث نعم عن مصالحها، لأني تعتبر الآن تقريبا دولة جديدة بحسب المتغيرات الجديدة في المملكة من وإلى. طبعا الحكم الجديد في السعودية لم يخشى الأبناء العمومة، فما أعتقدش إن هم يعني يأثر عليهم اليمن أو الوضع الإنساني في أي مكان، وهذا بناء على مصلحتهم. فأنا لو أنا مواطن سعودي أو مواطن قريب من الدولة السعودية أو من الحكومة السعودية، فأعتقد إنه اهتمامي حيكون إنه أطمئن الآخرين نحن في سلام والأمور ماشية زي ما هي مخطط لها. فموضوع حقوق الإنسان، هم حالياً يحاولوا انهم يعطوا حقوق زياده للمواطن مواطنيهم. الملف الخارجي ملف سخن بالنسبه للسعوديه، سخن في اليمن وسخن في العراق وفي سوريا وايضا في قطر وايضا مع تركيا. فاعتقد الموضوع سياسيا هم ماشيين كما يرغبون. بالنسبه للمملكه البريطانيه، فاعتقد يعني احنا شفنا مسيرات كثيره جدا جدا معارضه لاشياء كثيره في بريطانيا، وفي الاخير لا يصح الا ما يريد ان يكون صحيح. والحديث عن تسويق المملكة لصورة جديدة بناء على إصلاحات قامت بها، بناء على رؤية جديدة، على استثمارات يقوم يحملها الأمير بن سلمان، وصورة جديدة يريد أن يرسمها لدى الدول الغربية عن السعودية، يعني إلى أي مدى ترى بأن هذه الفكرة قابلة للتسويق في ظل كل التدخلات الخارجية في اليمن خاصة نتحدث؟
هي قابلة للتسويق جدا، لأنه لو لاحظنا السنوات الأخيرة موضوع ملف حقوق الإنسان في السعودية، حقوق المرأة، والحملة اللي كانت عن سواقة المرأة قيادة السيارة، فهي تسويقيا طبعا ممتازة جدا بالنسبة لهم، فتح الدي جي وفتح المغنيين والطرب والمسارح، فتسويق بالنسبة لموضوع الملفات الشائكة دائما بين المملكة العربية السعودية وملفات حقوق الإنسان، بالنسبة لهم هو يستطيع يسوقها بكل بساطة. وطبعا الإعلام لا يقصر في هذا التسويق، وعندهم أماكن إعلامية مش سهلة. بالنسبة للوجه الآخر، وجه الآخر لحقوق الحرب أو الدبلوماسية الخارجية أو الملف الخارجي، اليمن والسعودية لهم مشاكل يعني من زمان، يعني ما هيش مشاكل جديدة. صحيح تطورت لحرب ولم يعني تبقي أحد، لكن الحقيقة أنه الجنوب كامل فعلا، وهذه حقيقة وكلام واقعي، سيطرت عليه القوات الإماراتية مع السعودية أو التحالف. ما أعتقدش أنه صعب على الأمير الجديد والدولة السعودية الجديدة أنها تسوق نفسها. تسويق من الناحية الداخلية، لكن ماذا عن الناحية الخارجية؟ كيف ستقوم أو كيف لنتحدث كيف يقول ملك بن سلمان ربما باستعراض الوضع وكيف يبرر الحرب في اليمن؟ يعني هل هو كافي الحديث على أنه فقط سوف تنتهي قريبا أو شرفت على النهاية؟ هل هذا كافي للدفع إلى الاطمئنان؟ ما أعتقدش أن اليمن أكثر أهمية من قطر. قطر هي أهم من اليمن بكثير بالنسبة للسعودية، وملف قوي، ملف اقتصادي قوي جدا، فما اعتقدش انه اليمن بهذيك الاهميه. الاهميه بالنسبه لليمن هي موضوع الحصار، موضوع الان طبعا احنا بنسمع كل يوم الازمه الاقتصاديه، ازمه الغاز والبترول، ازمه ارتفاع الاسعار، الناس بلا مرتبات حوالي سنتين حاليا، فهذه هي المشكله الاساسيه. المشكله هذه الاساسيه محتاجه قرار دولي اكثر من قرار، هو ليس قرار فردي بيد الامير الجديد، ولكن اعتقد انه هم نفسهم عندهم ملفات اهم واغلى من اليمن. يعني قطع علاقتهم مع تركيا اهم من موضوع اليمن، والشعب التركي بالنسبه له ما من الشعب اليمني. فلو لاحظنا طبعا سياسيا واقتصاديا بعيدا عن العواطف، اليمن ملهاش حد ممكن يدعمها، ملهاش حد. طيب، لكن الاحتجاجات التي قابلت زيارة الأمير سلمان إلى لندن والتي تأجلت بسببها أيضا الزيارة سابقا، كيف تنظرين إليها وماذا سوف تعكس؟ أو هل ستسبب إحراج بالنسبة لماي من أجل طرح هذا الملف، خاصة أن هناك ضغوطات من قبل الأمنيستي دعت ماي إلى فتح موضوع حقوق الإنسان وكذلك ملف الحرب على اليمن، وكذلك هناك الكثير من المطالب بوقف تسليح السعودية، إلى أي مدى ذلك قابل للتحقيق حسب رأيك؟ أعتقد أنه خروج بعض اليمنيين للتظاهر أو للاحتجاج هذا في صالح ماي، انها تسوق فكره انها اكثر ديمقراطيه وبتسمح بهذا النوع او هذا الشكل من المعارضه. اعتقد ممكن تلعب سياسيا او دبلوماسيا، تلعب الورقه هذه لصالحها. اليمنيين، نتحدث دكتوره الفرح، يعني حتى الكتاب البريطانيين، حتى يعني جهات سياسيه معروفه انتقدت الزياره وعاتبت ماي كثيرا يعني على تغليب المصلحه الاقتصاديه على القيم الاخلاقيه. بس يا عزيزتي، يا أستاذتي العزيزة، هاي بريطانيا، هاي المملكة اللي قائمة على هذا النوع من العلاقات، قد عارفة في النظام البريطاني أو في الدبلوماسية البريطانية والدبلوماسية الإنجليزية، هي ممكن إنها تكون نفسها لم تتغير. يعني ممكن تكوني أنت بتحتجي على شيء، وهم دبلوماسيا هيستغلوا إن هم مع حقوق الإنسان وحرية الرأي، فخسمحوا للناس إنها تطلع تنتقد. فأعتقد إن هي ماي بالذات، ماي شخصية مش سهلة، ممكن تستغل الموضوع وتقول أنا شايفين أنا مخليت الناس كلها تطلع. الموضوع هذا، الموضوع الثاني حابة أشير لشيء مهم جدا، إنه حتى المعارضين للتدخل العربي في اليمن، التدخل العسكري في اليمن، حتى المعارضين انقسموا يا عزيزتي.
يعني أنا من الناس اللي كنت في البداية يعني ممكن أطلع لندن، ممكن أخرج في وقفات وكذا. أنا شخصيا بطلت أعمل الحاجات هذه لأنه الموضوع ما يعني أصبحت فيه حتى في هذه الكتل، طبعا ككل اللي حصل يشبه ما حصل في الثورات الربيع العربي، إن هذه المعارضة أصبحت معارضات وأصبحت تخدم أغراض يمكن شخصية يمكن سياسية يمكن حزبية. لكن حتى ان انا اخرج عارض، انا ممكن استغل وجود ولي العهد وابحث عن حل دبلوماسي، حل سياسي، يعني ادعو الى الحل السياسي والتفاوض و سأعود إلى هذه النقطة، مهمة جدا دكتورة ابتسام الفرح. لكن قبل ذلك دعيني أرحب بضيفي الذي انضم إلينا الآن، الأستاذ مصطفى الكركوتي المحلل السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ. بداية بدأت مع ضيفتي عبر خدمة سكايب الدكتورة ابتسام الفرح نقاش فحوى زيارة الأمير بن سلمان إلى لندن وكل الجدل الذي رافق هذه الزيارة. بداية معك نريد أن نتعرف، يعني البعض يتساءل عن سبب الحفاوة الكبيرة التي والاهتمام الواسع الذي حظيت به هذه الزيارة لدى الإعلام البريطاني وكذلك العموم في بريطانيا. لدى الدولة البريطانية. نعم. أساسا السعودية دولة مهمة جدا، مهمة ليست بسبب موقعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، ولكن كثاني أكبر منتج للطاقة في العالم بعد روسيا عمليا، هذا من جهة. من جهة ثانية الاستثمارات الهائلة للسعودية في لندن في المصارف والعقارات والعلاقات التجارية، التبادل التجاري أيضا، السعودية تحتل مرتبة أولى. ولكن من وجهة نظر بريطانيا تحديدا يجب أن لا ننسى أن ولي العهد السعودي هو الرجل القوي في السعودية، هو حاكم المستقبل، رجل الدولة المستقبل في السعودية، هو الآن يدير شؤون المملكة كلها. هذا من جهة. من جهة ثانية بريطانيا لها مصلحة عليا في تمتين العلاقة مع السعودية لأسباب ثنائية. بريطانيا ستخرج من بريكزيت من تقريبا بعد عام، وبالتالي تريد أن تعيد لتعزيز العلاقات الثنائية التي لم تكن قادرة أن تقوم بها في الماضي بسبب ارتباطها بالاتحاد الأوروبي، فتريد أن تبني من جديد علاقاتها الدولية أيضا. فهناك جملة من تفسر هذا الاستقبال. وبالمناسبة هذه ليست المرة الأولى التي يجري استقبال رويالتي، عضو من العائلة الملك، قصدي ملك، لأنه ولي العهد تقريبا هو كما قلت ملك المستقبل. زار المملكة المتحدة في السابق الملك فهد مثلا، جرى له استقبال حافل جدا أيضا. فهذه ليست المرة الأولى يقوم بها ضيف. لكن البعض تخيل، لأنه هناك اعتبارات حقوقية متعلقة بحقوق الإنسان، متعلقة طبعا بالوضع في اليمن، الكثير من الاعتبارات التي وضع فيها البعض بأنها قد تجعل مستوى الاستقبال يكون أقل مما كان اليوم تقريبا. يعني لماذا هذه الملفات لم تلعب دورا ولم تنجح هذه الجهات في الضغط على حكومة ماي من أجل إعطائها الأولوية في النقاش مع الأمير؟ هذا هو موقف الإعلام البريطاني. نعم. وكما تعلمين الإعلام في بريطانيا إعلام حر، يعبر عن آرائه المختلفة، ولكن ليس بالضرورة يعبر عن المؤسسة، عن رأي المؤسسة البريطانية. المؤسسة ليست الحكومة فقط، ولكن جملة المصالح البريطانية. هناك موضوع حقوقي طبعا لا شك سيدرج وسيتم تناوله في الحديث، ولكنه لا يشكل بالضرورة الموضوع الأول على أجندة المفاوضات. هناك جملة من المواضيع الأخرى والقضايا الأخرى ذات الأهمية العليا إذا شئت من منظور استراتيجي ومستقبلي لتحكم العلاقات بين البلدين. طيب لنتحدث على الجانب الآخر، يعني السعودية ما الذي سوف تجنيه
من خلال هذه الزيارة، من خلال الاستثمار. يعني نتحدث، كنت أتحدث مع ضيفتي الحديث أيضا على أسهم أرامكو. الجميع يطمح في أن تكون أو لنتحدث عن ماي تحديدا، تتمنى أن تكون الأسهم تطرح في لندن. يعني الجانب السعودي ما الذي سوف يستفيده من خلال هذه الزيارة على كل الأصعدة؟ طبعا ذكرنا عدة أصعدة، هناك جانب عسكري، تجاري، اقتصادي، مالي. ذكرت أرامكو، أرامكو هي الجوهرة التي يتطلع نحوها البريطانيون ويتمنون اليوم قبل الغد أن تطرح في سوق الأسهم البريطاني، وهو أكبر سوق تقريبا في العالم بعد نيويورك، ثاني أكبر سوق. وبالتالي هناك الكثير من مما ستجنيه بريطاني أو اقتصاد بريطاني من رجال الأعمال والشركات إلى آخره، من وجود أرامكو في سوق الأسهم البريطاني بالتأكيد. أتحدث على مادة تجنيه السعودية، نعم. نتحدث الآن إلى منذ 2015 إلى الآن 5 ملايير هي فقط دولار، هي صفقات أسلحة، وهناك الآن مطالب بوقف تسليح المملكة نظرا للحروب التي تورطت فيها في الجوار. يعني إلى أي مدى ترى ذلك قد يؤثر فعلا على هذه الصفقات، خاصة المتعلقة بطائرات التايفون، مقاتلات التايفون الحربية؟ صحيح، بس هل يجب أن نتذكر أن الولايات المتحدة هي المورد الرئيسي للسلاح بالنسبة للمملكة العربية السعودية. بريطانيا ربما تحتل المرتبة الثالثة أو الرابعة، هناك فرنسا أيضا، ولكن عمليا السعودية ستستفيد من، ليس من الزيارة، الزيارة هي شكلية، هي مظهر تعبر عن حجم العلاقات، ولكن هي محطة يتوقف عندها الجميع لأنها مناسبة للحديث. ولكن العلاقات أهم بكثير من الزيارة، شايف كيف؟ تاريخيا، من منظور تاريخي، فالسعودية مقبلة على برنامج تحديث هائل، تحول وإصلاحات هائلة عبر عنها الدراسة التي قدمها ولي العهد تحت اسم فيجن 2030، رؤية 2030. ففي برنامج تطوير وتحديث هائل جدا في السعودية. طيب كيف ستؤثر بريطانيا على هذا البرنامج، أو لنقول ما الذي ستضيفه، أو كيف سوف يعني تساهم في هذا البرنامج الذي أعلن عنها الأمير؟ البرنامج هو تنموي، نعم، كما ذكرت، تحديثي في كل المجالات، التعليم، التسوق، التجارة، السياحة إلى آخره. الدول الأوروبية وليس بريطانيا فقط، الدول الغربية كلها مهتمة برؤية 2030، فبريطانيا ستكون واحدة من المنافسين للمساهمة في تنفيذ المشاريع المختلفة في رؤية 2030. تحول إلى ضيفتي عبر خدمة سكايب دكتورة ابتسام الفرح. ماذا يعني انتقال الأمير محمد بن سلمان من مصر ثم محطته لندن ثم ينتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد فرنسا؟ يعني هذه السلسلة من المحطات التي يمر بها ماذا تعكس حسب رأيك؟ أولا دعيني أشكر ضيفك، فأعتقد نحن متفقون نوعا ما على النقاط الاقتصادية المهمة والسياسة البريطانية الخارجية بالنسبة لوضع اليمن. بالنسبة لولي العهد وزيارته لمصر، طبعا مصر نحن نعرف أن مصر تعتبر كما يقال قلب الأمة العربية بالنسبة لموقعها الجغرافي، ويمكن كمان مساحتها أو عدد سكانها. نعرف حكم السيسي حاليا رئيس المصري وأهميته في موضوع محاربة الإرهاب أو محاربة الأخوان أو من هذا القبيل. فزيارة مصر طبعا زيارة مهمة جدا بالنسبة للسياسة الخارجية السعودية، وهي تعطي السيسي لو حبيتي مثلا نقولها مثلا هي تعطيه تفويض كبير واسع جدا إن هو ماشي في الطريق الصحيح، وهذا طبعا انعكس تماما الاتفاقيات الاقتصادية واتفاقية الدعم الاقتصادي الذي ستمنحه السعودية لمصر. طبعا يعني هم مستفيدين أولا وأخيرا.
فزيارته لمصر طبعا زيارة مهمة جدا جدا. الرسائل اللي ممكن يحطها في مصر رسائل مهمة، بالذات موضوع الجزيرتين ومشروع 2030 أيضا، والمدينة الجديدة التي ستكون في موقع حساس جدا بالنسبة لإسرائيل ودولة إسرائيل ومصر والسعودية. أن تكون الزيارة لبريطانيا بعد زيارة مصر طبعا ما هوش اختيار عشوائي. الاختيار هو أنه الأمير ولي العهد جاي من منطقة الخليج، عدى على شمال أفريقيا وعلى قلب المنطقة اللي هي الحدودية ما بين ليبيا، فموضوع ليبيا أيضا أكيد طبعا تم التطرق إليه. بعد ذلك أنه يوصل لبريطانيا بهذا القدر من الحفاوة، طبعا حفاوة سياسية زي ما اتفقنا، حفاوة اقتصادية وحفاوة أنا أختلف أنه موضوع سلاح، لأنه طبعا إحنا استمعنا مؤخرا لوزير خارجية السعودي عندما علق على صفقات السلاح مع ألمانيا، وقال إحنا مثلا بنشتري إحنا مساعدة لألمانيا، ونحن نعرف طيب أن ألمانيا هذه نقطة مهمة جدا دكتورة ابتسام الفرح، هذه نقطة مهمة جدا سأعود إليها، قضية التسلح، لكن دعيني قبل ذلك أذهب إلى ضيفي من الرياض دكتور خالد البطرفي المحلل السياسي والأكاديمي. أهلا وسهلا بك دكتور خالد. يعني زيارة يمر فيها الأمير بن سلمان بثلاث قارات، انطلاقا من مصر إلى لندن وباريس ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا يعكس أو ماذا تعكس حسب رأيك هذه الزيارة، أو ماذا ستقدم للمملكة لنقول؟ هناك أبعاد مختلفة لهذه السياسة، لهذه الزيارات. يعني البعد الاقتصادي يبدو هو الأبرز حاليا، لأن الأمير محمد بن سلمان هو المسؤول عن خطة التحول الوطني 2020 و رؤية السعودية 2030، وهو حريص جدا على إنجاحها، ولذلك في كل زياراته السابقة إلى شرق آسيا، إلى روسيا، إلى الولايات المتحدة وغيرها، كان حريصا على طرح هذه الخطة، ليس فقط على القيادات السياسية ولكن أكثر على القيادات الاقتصادية، الشركات الكبرى مثل أبل، مثل جوجل، مثل IBM، كل الشركات ذات الصلة، وحتى في شركات الانترتينمنت يعني زي سيكس لاج وغيرها، التقى فيهم شخصيا وعرض عليهم المشاركة. الجزئية الثانية هي، وهي أيضا جزء من 2030، هي توطين صناعة السلاح في المملكة العربية السعودية. يعني في السابق كان توطين السلاح أو بمعنى صناعة السلاح وقطع الغيار لا تتجاوز 6% من إنتاج السلاح أو السلاح المستخدم في الجيش والحرس الوطني ووزارة الداخلية وغيرها. اليوم الهدف أن نصل إلى 50%، وهذا رقم طموح جدا، يحتاج إلى عمل دؤوب ويحتاج إلى مفاوضات شاقة مع شركات السلاح ومع الدول التي قد لا تسمح طيب بنقل التقنية. نعم، بإشارتك إلى السلاح، ضيفتي قبل قليل طرحت موضوع ربما يثار حوله الكثير من النقاش هنا في بريطانيا، خصوصا يعني على صعيد الإعلامي وكذلك السياسي. يعني متمثل في حزب العمال مثلا، كانت هناك مطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى المملكة نظرا كما وصفوا لتورط المملكة في حرب في اليمن، وكذلك يعني الملفات الحقوقية التي يرون أن المملكة أصبحت مثقلة بها بعد تدخلها في اليمن. إلى أي مدى ترى ذلك قد يؤثر فعلا على هذه المشاريع المستقبلية التي كنت تسردها؟ يعني هذه مناقشات سياسية داخلية. حزب الأعمال في عهده باع للمملكة روهم بأكثر مما باعوا البريطاني في عهد المحافظين، ولكن لكسب بعض المنظمات أو كسب الشارع أو تسجيل نقاط سياسية يطرحون هذه الامر. فالاسلحه البريطانيه الموجوده في المملكه منذ عشرات السنين، سواء استخدمت للدفاع عن الحد الجنوبي او تحرير الكويت او الحد الشمالي، يعني على كل حال هذا لا يعني نحن نتعامل مع الحكومه القائمه ولا نتعامل مع المعارضه باي شكل من الاشكال. والحكومه تدرك مصالحها مع المملكه وحريصه هي والقطاع الخاص، طيب شركات صناعة الأسلحة على المشاركة في تنفيذ الخطة
السعودية 2030. طيب الأمير أشار إلى أن الحرب في اليمن تقارب من النهاية ولم يبقى الكثير، يعني البعض يرى بأنه مجرد تطمين. ضيفتي قبل قليل عبر خدمة سكايب ترى بأنه كانت هناك تصريحات من هذا القبيل سابقا ولكنها استمرت الحرب إلى الآن. يعني الحروب من هذا النوع لما يكون ضد ميليشيات إرهابية مدعومة من دول إقليمية كبيرة مثل إيران تستغرق وقتا طويلا. يعني احنا راينا الحرب على داعش كانت استمرت وهي في منطقه مفتوحه، يعني في صحراء ليست في جبال وعره. راينا الحرب على القاعده كم استمرت في افغانستان مع طالبان الى هذا الوقت، مع انه التحالف الدولي في مع داعش وصل فوق 70 دوله. التحالف الدولي في افغانستان كم عدده؟ يعني الناس بجلاله قدري كان يشارك في هذه الحمله ولم تنتهي بعد. ولكن النجاحات التي تحققت خلال 3 سنوات عندما انقلبت المقاييس من 85% سيطرة للانقلابيين إلى قرابة 90% اليوم سيطرة للحكومة الشرعية، هذا إنجاز كبير. والمتبقي يعني ينتظر قرار سياسي الدخول إلى صنعاء أو لصعدة أو للحديدة، وستظهر حرص المملكة ودول التحالف على أن تحقيق النصر الأخلاقي وليس النصر العسكري فقط والحفاظ على حياة الناس. طيب أرجو أن تبقى معنا دكتور خالد البطر، في أعود لك في هذا الملف ضيفي هنا. إلى أي مدى ترى بأن صفقات التسليح تسليح المملكة بمختلف الأسلحة كما ذكرت سابقا بأن أغلب صادرات الأسلحة أو مستوردات الأسلحة المملكة هي من بريطانيا، يعني الظروف الأخيرة التي أو الجوار الإقليمي للمملكة إلى أي مدى قد يؤثر على فحوى هذه الصفقات حسب رأيك؟ العلاقات وخاصة علاقات التسليح نعم. لن تتأثر بالضرورة بالواقع القائم في الإقليم. عمليا ما يجري في اليمن نتحدث نحن عن جانب واحد فقط ولا نذكر الجانب الآخر. اليمن تشكل بالنسبة للسعودية هي خاصرة السعودية من ناحية أمنية عمليا، والسعودية مرت في تجربة مماثلة في السابق في الستينات عندما أرسل جمال عبد الناصر الجيش الثاني إلى اليمن لتمتين الانقلاب العسكري فيه بقيادة عبد الله السلال، وأعلن الجمهورية على نظام الإمامة. فالتدخل المصري في ذلك الوقت في اليمن شكل خطرا أمنيا أيضا على السعودية، فكان هناك أزمة ومواجهة عسكرية أيضا. الآن الوضع أخطر بكثير لأن هناك قوة إقليمية مثل إيران عندها تصور استراتيجي للمنطقة يمتد عمليا من بغداد وحتى البحر الأحمر، فهناك تصور وخطة استراتيجية كبرى لإيران وهي قوة قوية جدا غنية إلى آخره، وبالتالي هذا يشكل قلق على أمن ومستقبل المملكة بالتحديد. ولذلك المملكة لم تختر الحرب في اليمن عمليا، هي فرضت عليها في النهاية بسبب هذا التدخل والدعم الإيراني. هذا ربما قد يأخذنا للحديث أيضا على علاقات المملكة أيضا أو الأزمة الخليجية. نتحدث حتى استثمارات القطرية قوية جدا في بريطانيا، يعني إلى أي مدى تستطيع بريطانيا الموازنة بين إرضاء الجانبين الذين يعني لا يوجد نعم. هناك تضارب نعم. بين الاستثمارات القطرية في بريطانيا والاستثمارات السعودية. لا يوجد هناك خلاف ولا تنافس على هذه المسألة. بريطانيا سوق مفتوح لكل من يشاء للاستثمار فيها إن كان من القطاع الخاص أو القطاع العام. لكن هناك اتهامات لهذه سواء لبريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ربما قد لا تسهم في حل هذه الأزمة الخليجية بكونها تستفيد للمزيد من الصفقات التسليح والمزيد من العقود، لأن كل طرف يسعى أو تسابق للدول الغربية في هذا السياق. صحيح، بس الخلاف القطري الخليجي نعم. أو إذا شئت الخلاف القطري السعودي لن ينجم عن صفقات عسكرية كبيرة في النهاية، لأن المسألة ستبقى محدودة في إطار الحدود بين البلدين ولا يمكن مقارنتها مثلا
مع الحرب الدائرة في اليمن. طيب دكتور باطرفي، يعني قبل أن أعود إلى ضيفتي ابتسام، يعني أنا أعرف لن تستطيع أن تبقى معنا فترة أطول، يعني نتساءل عن الأزمة الخليجية، إلى أي مدى سيكون من خلال هذه الزيارة سوف يتم التطرق لهذه المسألة، خاصة ونحن نرى أن هناك مساعي كويتية أمريكية، هناك الحديث عن عقد قمة جديدة من أجل حل الأزمة الخليجية. السعودية ودول المقاطعة الأربعة لا تنظر إلى قضية الخلاف مع قطر على أنها قضية أساسية وقضية هامة، يعني هم يعني أغلق الأبواب مع الجار الذي أداهم منهم الأذى عملا بالمثل، من باب اللي يجيك منه ريح تبدو السرير، وبالتالي يستطيعون أن يمضوا في حياتهم بدون أن يتأثروا. التأثر لدى قطر، وبالتالي هي التي تطلب الوساطات وتطلب طرح هذا الموضوع على الأجندات، فإذا طرح هذا الموضوع من أي طرف سيكون هناك رد بالتأكيد، ولكن بالنسبة للمملكة لا أعتقد أن الموضوع فتطرحه هي أو تطرحه أي من الدول المقاطعة أو تسعى لحله، لأنه الموضوع بالنسبة لها انتهى، يعني طرحوا الشروط ورفضت انتهى الأمر. طيب طيب، وما توقعاتك لهذه الزيارة؟ يعني ما الذي تتوقع بأن يتم يعني على الصعيد السياسي الاقتصادي؟ نعم، على الصعيد الاقتصادي هناك أمر مهم، يعني بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي وهذا حدث هام وخطير، يعني له تداعيات هامة على الاقتصاد البريطاني، ولذلك بريطانيا تسعى لفتح أسواق أخرى خارج أوروبا، والمملكة تعد من أهم الأسواق إذا لم تكن أهمها، لأنها واعدة، ولأن الرؤية 2030 تعني دخول هذه الشركات بدون مشاركة محلية ودخولها بالكامل في بعض المدن الحرة مثل مشروع نيوم، مشاريع ضخمة بمئات المليارات. أيضا السعودية لديها صندوق اقتصادي الذي سيكون أكبر صندوق في العالم بأكثر من تريليونين أو 3 تريليون ريال، وبالتالي هذا السوق البريطاني أيضا يتطلع إلى ذلك، يتطلع مثلا إلى أن أرامكو تطرح أسهمها في البورصة البريطانية وتتنافس مع دول أخرى في ذلك. كل هذه العوامل تجعل هذه الزيارة في غاية الأهمية، لأن هذه الملفات كلها اليوم يديرها الأمير محمد بن سلمان. شكرا جزيلا لك دكتور خالد البدر في المحلل السياسي والأكاديمي، حدثنا من الرياض. عود إلى دكتور ابتسام الفرح، ما هو رأيك دكتور ابتسام بالنسبة للملف القطري؟ نعم نعم، ما زلنا نتحدث في الملف القطري. الملف القطري زي ما قلنا، يعني إذا حطينا مقارنة بين الملف اليمني والملف القطري، أعتقد زي ما خبرنا أن الملف القطري هو تعتبر أزمة خليجية داخلية بحكم أن اليمن خارج الاتحاد الخليجي، وطبعا رغم أنه مساحة جغرافية مثلا للبلد أو قرب حدودها ومنفذها الرئيسي مع السعودية أو دول الخليج، فقطعوا علاقتهم فيها بكل بساطة. طبعا قطر كانت معادلة صعبة مش زي اليمن، بحكم أنها فتحت علاقات لا محدودة مع إيران وعلاقات مع تركيا. تركيا بعثت طبعا جنود موجودين حاليا في قطر، فقطر أقوى بكثير من اليمن، هذا بمقارنتها باليمن. طيب. لها باع في الإعلام لا يستهان فيه، إن كان معها أو يعني مع اليمن أو لا، لكن هذا لا يعفي إن قطر كانت ضمن التحالف لضرب اليمن، يعني هذا لا يعفي إنها كانت واحدة من الناس اللي ممكن نقول كانوا مسؤولين يعني. لكن بالنسبة لقطر والسعودية في الحكومة البريطانية، طبعا اقتصاديا نرجع ونقول اقتصاديا هم بيتنافسوا من يملك أو يدفع أكثر في بريطانيا، وهذا من حقهم، يملكون المال. الحكومة البريطانية كما ذكر أحد ضيوفك أنه حزب العمال أيضا كان مساهم في موضوع السلاح والصفقات الأسلحة أيام صدام مثلا، فهو لا يعفي تاريخه السيء من ما يقوم به اليوم. وبالأخير للأسف، أنا يؤسفني طبعا كيمنية أنه أرمي وراء ظهري المعاناة الإنسانية اليمنية داخل اليمن اليوم،
وأتكلم عن هذا يدفعني للسؤال دكتورة ابتسام، يعني ما هو الحل يعني في ظل تناسي ووضع دائما الملفات الحقوقية وملفات الحروب ومأساة الشعوب توضع جانبا عندما تحضر المصالح الاقتصادية؟ يعني إلى أين نحن ذاهبون بهذا المنطق إذن؟ صحيح بالضبط، هذه هي النقطة الأساس اللي أتمنى كل الإعلام يركز عليها. الموضوع الاقتصادي أهم من حقوق الإنسان لو أردتي، يعني لو نظرتي إلى الصين وأقوى قوة اقتصادية الآن، ولكن ملف حقوق الإنسان سيء. فإذا موضوع الاقتصادي أهم من موضوع حقوق الإنسان للأسف. ما أنا أعتبر نفسي حقوقية، لكن للأسف هذا هو الواقع. الآن أنا لو محل الناس المعارضين اللي خارجين بمظاهرات ضد الأمير، أنا حسعى للخطاب السياسي والدبلوماسية مع السعودية أكثر مما أنا أخرج عامدها وأحاول أنطحها راس براس. إحنا بننطح ثور يا شيخة، فصعب علينا. يعني طيب. إحنا الدبلوماسية، الحل السياسي أفضل بكثير. نقطة مهمة لازم طيب. أضيفها، انه ال 80% 85% او 90% اللي سيطروا عليها دول التحالف في اليمن طيب. هي اساسا ما هيش مع الشرعيه طيب. الشرعيه اليمنيه او الرئيس اليمني طيب. للاسف لا يستطيع ان يدخل حتى شبر واحد في اليمن طيب. فهي انقسمت كما قلت سابقا، ان المعارضه انقسمت الى معارضات طيب. وأصبحت البلد محتاجة حل سياسي أكثر من طيب. هذا الحل السياسي ربما النقطة المهمة التي أشرت إليها ضيفي، لماذا الحكومة البريطانية لا تستغل هذه الجوانب الاقتصادية والمساحات المشتركة بينها وبين السعودية في الدفع بالحل السياسي؟ لماذا لا تؤثر من هذا الجانب إذا كان لديهم يعني علاقات استراتيجية ومبنية على يعني علاقات قوية ومتينة واستثمارات في كل الجهات؟ يعني الجانب السياسي لماذا هو غائب؟ أعتقد الطرف الذي يرفض الحل السياسي ليس السعودية، هو إيران بالتحديد والقوى المدعومة من إيران في اليمن. عمليا إيران في إطار مخططها الإقليمي لا تريد التفاوض. خذي مثلا سوريا على سبيل المثال، إيران تدعم نظام بشار الأسد المهلهل الساقط منذ سنوات بعيدة، تستخدم ميليشيا حزب الله في سوريا مثلا على سبيل المثال، تتعاون مع تركيا وروسيا، وهذه دول تتناقض مع بعضها البعض لتحقيق أهداف مهمة بالنسبة لإيران. فإيران هي المشاكس الرئيسي. لكن أيضا السعودية تتهم بأنها فشلت في إدارة كل ملفات الجوار، سواء في لبنان، في سوريا، في اليمن، وهي من أعطت موطئ القدم لإيران لكي تتغلغل بهذا الشكل. لا، هذا غير صحيح، أعتذر. يعني هذا أقول لك وجهة نظر البعض، يعني الطرف الآخر. لا، السعودية لم تسمح لإيران إطلاقا، لأنه هذا يتناقض مع مصلحتها ورؤيتها السياسية والاقتصادية والتاريخية. لكن تصريح سابق لملك سعود الفيصل يقول قدمت الولايات المتحدة الأمريكية العراق على طبق من فضة لإيران. الولايات المتحدة وليس السعودية، الولايات المتحدة إدارة أوباما تحديدا هي التي قدمت، لأن أوباما يريد أن يتخلص من أزمات المنطقة بعد التكاليف الهائلة التي تكبدتها الولايات المتحدة، ويعطيها لمن يكون جاهزا لأخذها، وبالتالي إيران كانت جاهزة. لكن مع الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية هي أقوى، بالعكس كان عداء بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فما الذي يدفع أن تسلم العراق للطرف الذي هو من المفترض أنه طرف عدو؟ بطبيعة الحال السياسة مصالح. نعم. لا أخلاق في السياسة. نعم. أوكي. لكن الملاحظ أن الدول الخليج والسعودية لا يستفيدون من علاقاتهم الاقتصادية ومن ربما إمكانياتهم المادية في خلق يعني نفوذ سياسي فعلي يؤثرون به. جرت عدة محاولات، والسعودية وكذلك الكويت فتحت سفاراتها بعد فترة طويلة من الإغلاق، ولكن توقف الأمر عند هذا الحد، لم يتطور بسبب النفوذ الإيراني في العراق. عمليا السعودية لم تفشل بمعنى التدخل في المنطقة العربية، السعودية ليست قادرة على الدخول في المناطق، في كل المناطق التي توجد فيها إيران. إيران لاعب مشاكس رئيسي في المنطقة، وليس بقدرة السعودية ولا دول التحالف العربي حتى الآن طيب. مواجهة هذا التدخل الواسع.
طيب أتحول لك دكتورة ابتسام الفرح يعني وفي آخر الحلقة، يعني ما السبيل ربما للدفع بالحلول السياسية أكثر إلى الواجهة، يعني ما الذي قد يدفع الطرفين إلى ربما أروقة المفاوضات بدل استمرار هذا الاقتتال والحرب يعني التي تبدو وكأنه لا نهاية لها؟ أنا أتفق مع ضيفك العزيز أنه إيران هي عقدتنا، هي العقدة في المنشار، وعلاقتها مع قطر احنا لاحظنا كيف تم انقاذ قطر اقتصاديا، او بلاش اقتصاديا يعني بالنسبه للمواد الغذائيه والتموينيه التي كانت تاتي من دول الخليج، غطتها ايران بكل بساطه وتركيا. بالنسبه لليمن نرى انه ايران ليست فقط مشاكس، هي لاعب، للاسف اعتذر على الكلمه، لاعب قذر في اليمن. لا 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 هي خدمت اليمنيين، لا ساعدتهم اقتصاديا او سياسيا، او يعني كره تلعب فيها بكل بساطه بدون اي قيم، فاتحه فقط قنواتها التلفزيونيه لتنقل بعض الاخبار عن اليمن. لكن للاسف الدور الايراني في اليمن دور سيء الى الغايه، ونتمنى ايضا انه تخرج ايران من الواجهه اليمنيه تماما بدون اي شروط. الحل السياسي ايران، وجود ولي العهد السعودي في بريطانيا، زي ما حضرتك تفضلتي انه لماذا لا تستقل الحكومه البريطانيه وتتكلم في الملف السياسي للحل السياسي في اليمن؟ هي تستطيع أن تعمل ذلك إذا استغلت علاقتها مع قطر، التي قطر الآن لها علاقة جيدة مع إيران. شايفة؟ يعني الحلقة ممكن تكون بهذه الطريقة. قطر عندها علاقات جيدة وممتازة مع إيران، قطر عندها علاقات جيدة وممتازة مع بريطانيا بحكم الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية. قد تكون قطر وسيط، قد يجوز أن تكون قطر وسيط بيننا وبين إيران، وبالتالي إذا كان في نية حل الأزمة في اليمن. بالنسبة للحل العسكري، للأسف لا حل عسكري في اليمن للأسف. الحل، الحياة في اليمن أصبحت سيئة إلى أبعد الحدود، وأتمنى جزيل. طيب شكرا جزيلا لك دكتورة ابتسام الفرح. ضيفي هنا الغرب بصفة عامة، يعني بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، في أي اتجاه تدفع اتجاه الصراعات؟ يعني هل تبقى دائما تنظر لهم بالعين الاقتصادية فقط بعيدا عن إيجاد أي حلول للصراعات الموجودة الآن والتي تتوسع يوما بعد الآخر؟ الغرب في النهاية كما ذكرت قبل قليل لا أخلاق في السياسة، السياسة مصالح عمليا، والبارع في السياسة هو الذي يدرك أهمية مصالح بلاده وكيف يمكن حمايتها وترتيب علاقات دولية وأقليمية لخدمة هذا الهدف. دائما نحن نميل إلى توجيه اللوم إلى الآخر، إلى الغرب، لأنه إما لأنه يتردد في خدمتنا فهو عاجز بالضرورة أو متآمر أو متواطئ. فالمسألة ليست هنا، محتاجين أنه نقلع شوكنا بأيدينا بالضبط. فأنا بتصوري على الصعيد الواقع القائم الآن، مجلس التعاون الخليجي أو التحالف العربي الموجود طرح خطة للتسوية في اليمن، ولكن إيران ترفض ذلك. طرحت أيضا السعودية تسوية في سوريا، إيران وروسيا وتركيا ترفض ذلك أيضا. فهناك المسألة معقدة في غاية التعقيد، قضية مسألة حقوق الإنسان تائهة في هذه الغابة المتوحشة، تعلوها المصالح ثم المصالح. شكرا طبعا جزيلا لك الأستاذ مصطفى الكركوتي المحلل السياسي، أشكرك جزيل الشكر. أشكر وجدد شكري أيضا للدكتورة ابتسام الفرح الأكاديمية اليمنية، حدثتنا من شيفيلد، وشكري موصول إلى ضيفي من الرياض الدكتور خالد البطرفي المحلل السياسي والأكاديمي، وشكر لكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله. We'll be right back.